مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو وتر مكانه وعايش زمانه، وتر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ ويش الغلط؟ هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير. ما أحب أبد شوف الغلط، واللي يغلط أنا لازم أوقف عن الغلط. نعم انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما الغير. ما الباب وابو الخير، مالهم مالهم. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا متأخر على الشغل. اوهو بدر، ان شاء الله بس لحظة.
ايه سعد، على وين انت رايح ليه؟ هذا انا خلصت حشا حشا على هذا المكياج والعطور اللي سويت لها انت، اي رايح عرس مو شغل. بدر ايش فيك؟ سمعت انا اللي ايش فيه ولا انت؟ بدر الله يهديك، ايش من غلط الحين اللي انا سويته؟ ما سويت غلط، ضحيه مسكينه بتقهريني برودك عليها. بدر فهمني ايش السالفه؟ السالفه هذا اللي حاطني على وجهك. انا الصراحه اشوف ما له داعي تبارك. بدر الحين يعني انك ذاك متبهرقه؟ نعم متبهرقه وفوق زياده بعد. بدر انا طول عمري اروح الدوام ذاك. هذا قبل الزواج مو الحين، قبل الزواج الحين لا. ليش لا؟ ايش اللي تغير؟ لانك الحين متزوجه والامور اختلفت. بدر انت تقول هذا الكلام؟ صراحه ما قادر اصدق. سمعت انا اشوف ما في داعي نطول مناقشه، وارجوك قللي من هذا تحطي على وجهك. انا انتظرك برا، يلا روح. هذاك اليوم يطلع لي بسالفه زين قبل الزواج ما كانت لك. الحمد لله رب العالمين. ليش ما وقفت تراقبه؟ ماشي بس تغني تعبت من الوقفه. اقول له خير. روح تراقبه. ليه انتظرني هنا؟ سواها طار والله. طار يا ثابت طار. طار؟ من شوية كان هناك هين طار؟ ما عليه، ما يروح يروح بعيد. يلا لحظة. لحظة. الحلحنة ما ادري وين طار. قول ابو الخير هذا اليوم كان واقف احنا. يلا يلا في لياقه لكن ما علي بالحصره. احنا اقول لك ما كنا قاسين نضيع وقتنا مع هذا الرجال. بالعكس بالعكس يا ثابت، احنا نحتاج نقدم خدمه. رايك لك علي؟ اي نعم معيوب، انا لازم اعرف هاي الانسان ايش يسوي. يلا نعم يلا بس ها حصلناها. هنا داخل السوق داخل. أنا ماشي من بعيد. شوف أنت تحرك من ورا ولا أجي منها. زين تعال تحرك. يلا اخبار الشغل؟ الشغل ماشي بس المدير نقلوه. نقلوه؟ ايوه. عموما الحمد لله على السلامه، اتمنى ان الاجازه كانت زينه. الله يسلمك، الحمد لله على كل حال يا ريال. على فكره زهره الاداره اتصلت فيك كم مره. خير في شيء؟ ما ادري، انت تعرفين هالاشياء ما مفهومه هني، اجتماعات وقرارات يعني. عموما انا بمر الاداره وبعرف ايش هناك. وعموما أنا من رأيي كل واحد ممكن يشوف شغله. ها فريد. تفضل. هذه روايتك اللي كلمتنا عنها؟ نعم. وأتمنى أني أسمع رأيك بصفتك مدير التحرير وعندك الخبرة الكافية. بس أخاف رأيي ما يعجبك. وإن كان فهو مجرد وجهة نظر لا أكثر. طيب أقرأ الإحداث الأول.
إلى من عاش في وجود وجوده باحثاً عن خبايا، إلى ديمومة القلق والإرهاصات المرهونة، إلى 4 نقط وفقط. ها، أي ملاحظة على الإهداء؟ ملاحظة بسيطة فريد، بغيت أسألك سؤال وأريدك تجاوبني عليه بكل صراحة. تفضل. أنت إيش بالضبط؟ فريد. أنا ما قصدت الاسم. ولا أنا قصدت اسمي. يعني أنت فريد. طيب إيش قررت تكون؟ أريد أكون أنا صحفي وكاتب وناقد وملحن ومغني. بإمكاني أكون. طيب أقرأ رواية وأعطيك رأي. أبغي أعرف إيش اللي يخليك تطلب بس. هاي ولا بعده أبو الخير. هذا أنا عندي رأي حاله هذا الولد. أنا أقول بعد ما شبطناه بهالحبال نملح بهالخيادرين دينا. شيمة كله له ضربات. يعني بتتكلم؟ هذا يبغى له وقت. ما لا أنا بتكلم. زين بطلوني علشان أتكلم. بطلوني. تبغى تطير يعني؟ تبغى تطير؟ ها لا بأطير ولا شيء، بس أنا بصراحة تعبت، خلوني أرتاح شوية وأنا بخبركم بمشكلة. كذبت. أنت كذبت ناديها زهرة. وإيش فيها؟ أنا طول عمري أناديها زهرة. ليش هي غيرت اسمها؟ لا الحين تناديها مدام زهرة. لا تضحك، أقول لك سميها مدام زهرة. أنا زميلك وصديقك يا بدر، تغار مني؟ مثل ما أنت أخوي هي بعد أختي. صدقني دخلتكم علي المكتب رجعت في نفس الابتسامة. لما أتكلم معاكم أحس بالأمان. طول عمري أقول إنك ضام في نفسك شيء. لا عادي ما في شيء. لا يا ربيع لا، توك تقولي إن إحنا أخوة فما لازم تخفي علي يا أخو. إيش فايدة الكلام طالما إنك ما تقدر تسوي شيء؟ وانت حاول ويصير خير. صدقني ما تقدر تسوي شيء. يا لهذه الدرجة؟ زين إيش رأيك بخالي أبو الخير؟ خالك؟ أيوة خالي، ريال عنده خبرة وطول عمره هم من هموم الناس. لا بدر لا، أرجوك أنا ما أريد أضايق حد. يا ربيع المشكلة إذا كبرت تسبب لك مشاكل أكثر، فلازم تشوف الحل المناسب يا أخوي. لا بدر لا، أرجوك غير الموضوع. المشكلة بدت عندي لما ما جيت مجموع ثانوية. أبوي كان دائما يقول لي أنا خلاص تعبت ولازم تروح تدور على شغل. إخواني ما شاء الله عليهم كانوا كثيرين، رحت أدور على شغل في الوزارات ما حصلت، رحت أدور في الشركات بصراحة الشغل هناك ما عجبني. أبوي ضايق مني وقال لي لازم تروح تدور على شغل بدل ما تجلس عالة علي. طلعت وتركت البيت. وبديت تطلب الناس وتخدعهم. في البداية جات المسألة كذي صدفة، أنا فعلا احتاج لمبلغ من المال بعد ما طلعت وتركت البيت، وكنت ناوي أرجعه بعد ما حصلت شغل، لكن مثل ما قلت لكم ما حصلت، وطلبت المرة الثانية والثالثة والرابعة. صدقوني يا ناس أنا ما قصدي أطلب، بس الظروف. مسكين والله كلامك هذا قطع لي قلبي. نعم قطع لي قلبي. كيف يعني؟ أنت توافق على اللي تقوله؟ توافقه؟ ما أوافقه يا أبو الخير ما أوافقه، لكن مسكين يرتحم. إيش الرحم؟
الإنسان الاتكالي ما يرحم، الإنسان اللي يخدع الناس وعشان ما يشتغل ويرتاح ما يرحم. من متى وانا كذي؟ من متى؟ هي نعم، احنا ما كنا كذاك ابدا، احنا ما كنا نعرف الا الشغل والترف، ونطبق المثل القائل زندك ولا ضوك. ثابت طبيت ضربت مره ثانيه. ليش يا جماعه الخير؟ ليش؟ ترى انا خبرتكم باللي صار يا ناس، فهموني بعد كل هذا وما فهمتوا شيء. لا حول الله ولا زين. شوي شوي خلينا ورا 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 دين. ابدا ورا شوي شوي يا جماعه الخير. انا ابي اخبرك بشيء يا ثابت. اول قول انت على ايش ناوي؟ على ايش ناوي انت؟ تفضل تفضل ربطه يا خذ خذ. انت مجنون لعاقل انت؟ كيف ياخذ ودينه مربطه؟ كيف ياخذ؟ ممكن تسكت شويه؟ ممكن انا في الوقت الحالي ممكن اسكت. هيا بسكت. ها ليش ما تاخذ الفلوس؟ كيف اخذ الفلوس؟ الله يهديك ويدينه مربوطه. يعني لو بطلناك ما تاخذهن؟ ها اكيد. ما دام كذي انك انسان فيك عقل ومتعلم وجسم صاحي ويدين، ايش اللي ناقصنك بالله عليك؟ ايش اللي ناقصنك؟ ماشي ما دام ما ناقصنك شيء، ليش ما تشتغل وتعتمد على نفسك بدل هالطلبه هذه؟ ها ثابت بطلة. انا حقيقه ما فاهم شيء. يا بدر انسى انسى؟ تقول لي عندك مشكله وتريدني انسى؟ معقوله؟ لا طبعا. يا ريتني ما فتحت معك هذا الموضوع يا بدر. اريد اعرف ايش عندك. ما بتركك لما تقول لي. يا بدر انت متزوج وعايش حياتك بسعاده مع زوجتك. زين وانت بعد متزوج؟ انا ما متزوج يا بدر. ايش هذا الكلام اللي تقوله؟ انت صار لك سنتين الله يهديك متزوج وكأني ما متزوج يا بدر. كيف افهمك؟ افهم من كلامك انك انت زوجت. ما للأسف لا. زين ليش؟ بيقولوا لاني مربوط. مربوط؟ كيف يعني؟ اولا تدور على شغل من جديد. ترى انا قلت لك يا ولد الحلال، قلت لك دورت وتعبت. دور مرة ثانية وحاول، وثانيا ادخل اي معهد يعلم المهن عشان تتعلم لك مهنة تفيدك. ومن هين اجيب فلوس الدورة؟ من هين؟ بنساعدك وحاول تنجح. ابو الخير بنساعدك عشان ما تكون عنده حجة. انت ايش دراك انه بيسمع كلامك؟ لا انا ما ودره لما يشتغل، ما ودره لما اشوفه يحاول هالانسان هذا. وانت ليش تأذي نفسك معي؟ ليش؟ عشان انت ما تأذي الناس. الناس تطلب منهم فلوس وما محتاجين ذيك الفلوس. يمكن أأدي نفسي معك عشان ما تأدي الناس، وأنا ما بخليك. ولازم تشتغل، يعني لازم تشتغل. وإذا رجعت للطلبة مرة ثانية بسجنك بيديني هاي لين تخيس. يعني بدر يغار عليه؟ هي وخاله وما عارفة كيف أراضيه. زين انتي يا بنتي حاولي تكلمي. تراني حاولت خاله لكن بدون فايدة. حاولي مرة ثانية ما يضرش. حاسه ان اي محاوله معاه بتكون فاشله. افع عليك يا زهره لا تأسي يا بنتي، كل زوج بيغار على زوجته، المهم بس ان الغيره ما تكون زياده عن حدها. انزين خالتي شور علي ايش اسوي؟ ايه بغيني اشور عليك. تو انا مو اشور عليك. هي تتذكري يوم قلتي لي انه يتضايق لما تحطوا هذاك اللي تحطوه على وجهكم؟ المكياج هي هو خاصة اذا كنا نحن طالعين رايحين مكان او رايحين الشغل. سويوا العكس وشوفي ايش اسوي. العكس. انا مثل ما قلت لك مربوط. ومن رابط النق؟ واحد ينقال له معلم زيدان. وابوي زيدان هذا اللي يسوي حروس؟ هو هذا معذب خلق الله. كيف انت عارفه ثابت؟ عارفه؟ لا 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 ما اعرفه. انا ما اعرفه، انا اطيعه عنه بس من بعيد 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 بس. وليش عارف؟ خاف منه. انا ما اخاف منه، انا اخاف اللي يسويه. اخاف يسوي لي حرص ويقطعني عن شغلي.
انت متأكد انه هو اللي رابطنك ولا مربوط طبيعي؟ لا لا انا صاحي، بس في يوم الزواج هو مر علي البيت وطلب مني فلوس فانا ما عطيته، وهددني وقال لي ما تقدر تسوي شيء. ما سويت، ما قدرت. زين، وحد من اهلك يعرف بهذه السالفة؟ لا هذا سر ما قلت الا لكم انتم. اسمح لي اقول لك انك ما تفتح على وجهك. أنا؟ عجب من؟ ثابت؟ أبو مالك أبو خير علي نبا؟ عجب واحد مثلك متعلم وفاهم يصدق هذه السوالف هذه؟ المشكلة إني ما صدقته بالأول، بس طلع كلامه صحيح. كلامه غلط، بس أنت صدقته في داخلك. روح وعيش حياتك عادي، وما يصير إن شاء الله إلا الخير. حاولت ماشي فايدة، رحت عند الطبيب وماشي فايدة. هذه ما تبغى لها طبيب ولا زيدان، هذه إلا في نفسك انت بس وتفكيرك. خذ لك اجازه كم من يوم وخذ زوجتك برا وروح اي مكان، ولا اسمع خرافات زيدان هذا. اسكت لا اسمعك بعدين اذيك ترى. انا ما اخاف الا من ربي. اي نعم، وهذا زيدان خلوني عليه. وانت شوف لا تسمع هذه السوالف ابدا، وروح بيتكم وتوكل على الله. يلا. وغيابك من زيدان يا أبو الخير. لا، قل وغياب زيدان من أبو الخير. يلا بدر روح الدوام. إيش فيك اليوم؟ خير. إيش فيني؟ شيء متغير؟ شيء زين ولا ما زين؟ ما أدري. أنا سمعت كلامك، خلاص بعد اليوم ما في تبهرك. راضي؟ ها؟ ايوه راضي. ليش ما راضي؟ راضي. انزين عمري، نروح الدوام. يلا نروح. لو انت ما اتتك باللقاس تفكر فيه ما تتك. لا، ما دام انه غلط فلازم اتدخل. لا حول ولا قوه الا بالله يا انسان، انت لازم تفهم هذا انسان قوي، الله اقوى منه، زي كذي مخوف خلق الله. زين، اما هذه السالفه وراها مشاكل. نعم ما عليه، المهم انه ما يكون هناك خطا ابدا. وانت تعرفني روحك، انا انسان ما اشوف حد يغلط قدامي واسكت، ما احب. احيانا يا ابو الخير الانسان يسكت. ما علي يا ثابت، اذا كنت خايف خلاص اتركني انا بتصرف بنفسي. ترى المشكله اني ما اقدر اتركك وحدك، ما اقدر. يعني معي مدي معي، والمشكلة إن أخاف على نفسي بعد. حتى اسمع أنت، أيوة قمت تخرف ثابت، قمت تخرف. ترى المشكلة إنك أنت زيدان ما تعرفه زين. ما عليه، بتعرف عليه وبحكم وبقرر. يعني أنت ما تخاف؟ اللي ما يخاف ما يخوف. تو أنت مصر إنك تروح عند زيدان؟ معلوم إني بصر. وابوي وابوي، غبت على غبت أنا غبت. إيش هالبلية؟ إيش هالبلية أبو جد؟ هاي دعمته، هاي دعمنا، هاي دعم. أنا ما قادر أصدق إن إنسان مثل ربيع متعلم وفاهم يصدق هذه الأشياء. هو لو سأل نفسه وفكر كان تأكد إن كل الكلام اللي قالوه عن زيدان ما يصدق عقل. ثابت، كأنك محموم. أبو الخير تبارك الله يهديك، لا ودي تبخل نفسك الأذية. نعم يا بدي الأذية، يا ما روح تفاهم معاه منقولة، لا تجلس تخوف الناس. غبنا 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 غبنا. انت ناوي تقول لك ذاك؟ لا انا وياك بنقول لك. لا 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 يا شيما، لا 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 انا ما معك، قول لوحدك. لا 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 ثابت، ثابت قدام زيدان اسمه محسوس. نعم غريب، عجب وين ذاك الغضب؟ وين ذاك الشرار اللي يطلع من عيونك؟ انا صحيح تطلع من عيون الشرار، لكن زيدان تطلع من عيون النار. النار شيما، كافي شيما. انت كيف عرفت؟ ما شفته تقول ما شفته؟ لا والله يسلمك، انا ما شفته، لكن الناس يخبرون عن سوالفهم. أقول خير شيمة، كنت شيمة المثل يقول الباب اللي يجي منه غير شده هو استريح. شيمة يا خسارة يا ثابت، أنت صابك خوف زيدان بعد؟ على العموم أنا بروح لبواجهه، وجود مثل زيدان هذا وأمثاله من المشعوذين غلط، وإحنا لازم نصلح هذا الغلط.
بعدين ساكن الحلة هادية. إني ساكن؟ على وين إيه؟ على وين؟ أنا قايل لك من الأول إني أنا ما أقنع زينة، تريح عنك. تعال تعال. نقول لي وين ساكن بالضبط؟ ما أدري ما أدري. سأل عنه وحدك. أنا سأل عنك ما لا. ثابت. تعال يا ثابت. تعال يا الملبق. أسميك إنك صرت رماد عادي يا الملبق. يلا نسأل عنه ذا الزيدان وين ساكن. يلا. لو سمحت الأخ. نعم. تعرف وين بيت زيدان؟ زيدان؟ اي نعم زيدان. وليش تسأل عنه؟ أريد بسالفة شوية. وين بيته؟ لا لا ما أعرف. غريبة، هذا رابع شخص سأله ويقول لي ما أعرف. هذول الناس أكيد يعرفون بس متخوفين مثل ثابت. ليش يطلع هاي الزيدان علشان الكل يخاف منه؟ بروح أدور بعد قدام شوية. ما عليك. يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ صلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير بيستمر أبو الخير وصاحبه من مر أمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير في دولة مع أبو الخير يصلح معكم انتو بكرة نشوف معكم انتو في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير ودر مكانه وعايز زمانه ودر مكانه وعايز زمانه هذا هو أبو الخير هذا هو أبو الخير هذا هو أبو الخير بالخير.